حسام حسن خلاص هيدرب المنتخب. انت بتتكلم جد؟ ايوه بقى. يا خساره اترفض. ليه؟ بيقول لك صلاح وباقي المحترفين ما وافقوش عليه. ليه؟ عشان انتقد صلاح؟ يعني هو مصطفى محمد مثلا ليه كلمه في تعيين مدرب فريقه الفرنسي؟ ايه الكوميديا دي؟ انت اللي ليه ماسك في حسام حسن كده؟ عشان كابتن مصر وهدافها التاريخي وعروقه بتشد كده وهو بيزعق في اللعيبه وما بيهموش حد. يا سيدي قول لي على انجاز واحد عمله كمدرب. هي بقت بالحنجره وخلاص ولا ايه؟ قول لي انت على انجاز عمله حسن شحاته قبل ما يمسك المنتخب. اياك تتكلم على المعلم بكلمه. وعلى فكره بقى هو خد ثالث عالم مع منتخب الشباب. وقبل منتخب الشباب ولا حاجه. طب بعد ما صنع التاريخ مع مصر عمل ايه مع الزمالك؟ ولا حاجه برضه. هل معنى كده انه وحش؟ لا، لكنه كان عادل وصاحب الكلمه العليا في المنتخب. طيب فاكر قصته مع ميدو لما اصر انه ما يلعبش نهائي 2006؟ فاكر لما ما استدعاهوش في 2010؟ وما ادراك ما ميدو بقى وقتها. قول لي بقى على حد يعرف يعمل كده غير حسام حسن.